النهاردة أيها الأحباء، الأحد الثاني من شهر آتور المبارك. الحد الأول والثاني الكنيسة بتسمعنا قراءات خاصة بالزرع والزارع والثمر، لأن في الشهور دي الفلاحة والزرع موجود في مصر، إن احنا توقيمنا القبطي هو تقويم مصري. لكن أكيد برضو في رسالة من ربنا يسوع وكل المجد لينا في هذا الصباح المبارك أيها الأحباء. زي ما سمعنا في الإنجيل، جزاء العمل من نفس الزرعة، زي ما تزرع تحصد، وعلى قدر اهتمامك بالزرع بيكون الثمر. أنا فاكر وإحنا في ابتدائي أو إعدادي المدرسة بتاعتنا ادت لنا اختبار نعمله، فوزعت بذور من أنواع كتيرة من البقول، لكل واحد ادت له بذرة كده، وقالت اختار، ممكن تزرع في طين يعني الطين، ممكن تزرعها في قطن، وجرب شوف انت عايز ايه. وقالت لنا كمان ان اللي هيزرع في طين البذرة بتاعته هتتأخر شوية بس هتكون احسن، واللي هيزرع في قطن مش هياخد وقت، بل بالعكس الزرعة بتاعته هتطلع بسرعة. بس انتوا لاحظوا الفرق ايه وتعالوا قولولي. كان اختبار جميل جدا، ومش عارف دلوقتي المدارس في مصر ماشية بنفس النظام ده، الاختبار العملي في الدراسة ولا لا، مش عارف. ففي منا اللي خد البذرة بتاعته وزرعها في قصرية زرع، واستنى عليها أسبوع يدوبك طلع ورقة خضرة صغيرة كده بسيطة يعني، أو أكتر من أسبوع كمان، لكن اللي حطاها في علبة وفيها قطن طلعت على طول كده، كان مبسوط وفرحان بيها. اللي الزرعة طلعت مرة واحدة كده بسرعة. بعدين خدنا، طبعا كان في وقت محدد ان احنا ناخد الزرع بتاعنا ونروح للمدرسة دي، فمدحت كل اللي جابوا البذرة بتاعتهم في الطين، وقالت هو ده الكلام المظبوط السليم، لكن ده انا مش مبسوطة منه خالص. وقعدت تشرح ليه، قالت لان البذرة اللي في الطين هيبقى ليها جذر، تمتد في الجذر ده يمتد في الطين وتاخد كل العصارة مظبوط فتطلع بثمر كويس، لكن اللي في القطن ده ملوش جذر، يدوبك هي نبتت بس وطلعت النبتة بتاعتها لحد فوق، عايزة تعيش تاني مش لاقية الغذاء فماتت. ربنا عايز يقول لنا ايه من خلال الرسالة بتاعت انجيل اليوم؟ عايز يقول لنا ان في فرق كبير جدا بين الانجيل المسموع والانجيل المحفوظ. في فرق بين الاتنين؟ نعم، ليك انت في فرق بين الاتنين. انت بتسمع الانجيل صحيح في القداس بتسمعه وانت راكب العربية بتاعتك او التاكسي، بتسمع الانجيل عن طريق السي دي او غيره، او وانت قاعد في البيت بتسمعه من خلال شاشة التلفزيون القبطية. وسائل كتيرة تسمع فيها الانجيل، ووسائل كتيرة خالص تقرأ فيها الانجيل، تقرأ الانجيل وانت بتتابع فيه وتخطط، او تقرأ الانجيل عن الايباد او الايفون او غيره او التليفون يعني. كل ده كويس، بس ده في فرق كبير جدا بين الكلمة المسموعة والكلمة المحفوظة. ايه الفرق؟ الكلمة المسموعة ده اللي بيسمع الكلمة على الطريق، ده الكلمة المزروعة على الطريق، تيجي الدنيا بمشاكلها ومشاغلها تتوه الانسان عن كلمة ربنا اللي سمعها، تنسيه. فالكلمة المسموعة دي ممكن تتنسي قوي مع مرور الزمن.
مرور الوقت ومشاغل الحياة، الضيقات تنسي الإنسان كلمة ربنا إن لم يكن حفظ كلمة ربنا داخل القلب. عشان كده داود النبي بيقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. ويعقوب الرسول أيضا قال نكون عاملين بالكلمة لا سمعين، فقط خادعين لنفوسنا. اللي بيسمع الكلمة بس ويرتاح ضميره على كده، أنا سمعت كلمة ربنا النهاردة، أنا قريت كلمة ربنا النهاردة بس كده، ده اسمه بيجدع نفسه، لأن المسألة مش مسألة القراءة أو السمع. فالرسالة اللي عايزة توصل لي قبل حضراتكم لينا جميعا هي الكلمة المحفوظة في القلب. كلمة ربنا دي بذرة داخل قلبك، وقلبك ده قلب طيب جدا. ربنا زرع الكلمة بتاعته في قلبك يوم معموديتك، وعطاك الروح القدس واتولدت من جديد، فقلبك أصبح نقي طاهر وبشدة عشان تحب كل الناس المحبة الأصيلة، وتسامح وتغفر، وتبقى أنت عامل زي سيدك ربنا يسوع المسيح له كل المجد. فكلمة ربنا المغروسة في قلوبنا دي، المفروض قلوبنا دي الطيبة من ساعة ما استلمناها في المعمودية، هي دي الكلمة المحفوظة داخل القلب. يعني تسمع كلمة ربنا وتقراها زي ما أنت عايز، بس إيه؟ لازم الكلمة دي تكون محفوظة داخل القلب. عشان كده في إنجيل معلمنا لوقا بيقول والذين هم في الأرض الجيدة هم الذين يحفظون الكلمة في قلب طاهر. وبعدين لما يحفظ الكلمة في قلب طاهر يحصل له إيه؟ ويثمرون بالصبر. اللي بيحفظ كلمة ربنا داخل قلبه يثمر أولاد رائعين جدا في الإيمان، يثمر أعمال صالحة جدا تمجد اسم ربنا يسوع المسيح له كل المجد، يثمر صورة حقيقية لربنا يسوع المسيح في شخصك، لأن القلب المزروع فيه كلمة ربنا بيغير شكل. يقول لنا القديس بولس الرسول كده تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. تجديد الذهن ده لا يمكن يجي إلا عن طريق الفكر، والكلمة لما تكون محفوظة في القلب، كلمة ربنا عاملة فينا في قلبنا، تغير الفكر، وجهة نظرة تتغير في الدنيا، وجهة نظرة تتغير في أخوه الإنسان، وجهة نظره هو تتغير في كل مواقف الحياة، تلاقيه كده فكره متغير عن الأول. يمكن النهاردة أو امبارح كان له فكر أو رأي، لكن من خلال كلمة ربنا المزروعة جواه وهو حافظها بشدة يلاقيه إيه هو الفكر بتاعه اتغير. عين بعين وسن بسن. أنا كنت مفكرها كده، أنا إنسان زي أي إنسان، لكن كلمة الله المزروعة داخل القلب اللي بتخلي الإنسان يحب بشدة يفهموا ان العين بعين وسن بسن، ده مش معناه ان خدت حقك، لا، ده انت كده يعني ما وضحتش صورة المسيح الحقيقية اللي جواك، اللي هو على الصليب سامح صليبي، فانت ما حققتش الصورة دي. يبقى انت كإنسان قبل لما كلمة ربنا تكون انت حافظها داخل قلبك بفكر، لكن لما تكون انت حافظ كلمة الله وتعمل فيك بشدة تغير الذهن بتاعك وتغير شكلك. كلمة ربنا المحفوظة داخل قلبك تخلي شكلك زي شكل ربنا يسوع له كل المجد كده، نور. كلمة الله نور، لما تكون محفوظة في القلب تنير القلب والعينين، تخلي الإنسان كله يتلألأ فرحا ومتهلل، شكله منير زي القديسين. أيها الأحباء،
مش بالكم اللي انت بتقراه في الكتاب المقدس. واحد يقول لي اصل اب اعترافي قال لي لازم تقرا، لازم تقرا اصحاحين كل يوم، لازم تقرا اصحاحين كل يوم. طيب بتقرا الاصحاحين ازاي؟ ايه واقع الاصحاحين في قلبك؟ هل انت بتاديهم تاديه واجب او راحه للضمير عشان اب اعترافك قال لك لازم تقرا اصحاحين كل يوم، ولا فعلا الاصحاحين دول انت خبأتهم في قلبك ويمكن في ايه كده يعني اثرت فيك قوي قوي وانت مشتهي ان انت تنفذ الايه دي وفعلا بتنفذها حسب وصايا ربنا. ده القلب المحفوظ اللي فيه اللي كلمه ربنا محفوظه بشده باحكام. التلاميذ لما كرزوا والاباء الرسل لما كرزوا في العالم اجمع لسه ما كانش الكتاب المقدس مطبوع، ولكن كان كل واحد يسمع كلمه ربنا من الرسول او من التلميذ كان ياخد الكلام ده جوه قلبه، واصبحوا كلهم قديسين بسبب كلمه الله المحفوظه مع انهم لسه مجمل الكتاب المقدس ككل ما كانش وصل اليهم، لكن كفايه قوي ان هم تاثروا بكلمه الله وحفظوها بشده داخل القلب فتغيرت قلوبهم، طهرت وبقت قلوب محبه. يمكن فيهم كان اللي قلبه حجري شوية، لكن كلمة ربنا ما دخلت كسرت الحجارة وحولت القلب الحجري ده إلى قلب لحم، قلب طين يثمر. أيها الأحباء، دي رسالة ربنا لينا النهاردة، نحفظ كلمة ربنا النهاردة داخل قلوبنا بشدة بإحكام ونفكر فيها ليل نهار. اي حاجه انتوا سمعتوها النهارده في رسائل اليوم سواء البولس الكاثوليكون الابراكسيس او في الانجيل النهارده، ايه علقت بذهنك ودخلتها جوه قلبك، اعمل بيها، افرح بيها وعلمها لغيرك، علمها لاولادك، خليها عصابه قدام عينيك عشان كل اولادك يتعلموا منك ان كل ما تتكلم كاقوال الله، كلام الله يخرج من فمك نابع من قلب طاهر، قلب حافظ الكلمة، مش ذهن حافظ الكلمة أو عين قرأت الكلمة أو لسان نطق بيها، لا، كلمة الله محفوظة في القلب تغير إنسان كله. وده اللي حصل مع القديسين اللي كانوا الأول عتاه في الخطية. مين اللي غير موسى الأسود؟ ما كانش لسه قرأ الإنجيل كله، ولكن هو سمع بعض الآيات من بنت صغيرة اسمها مريم مثلا زي ما بنشوف في الفيلم. الكلام ده فضل يردده في ذهنه لأنه الكلمة دي أثرت قلبه في الأول فحفظها في قلبه، فضل يردد الكلمة اللي قالتها مريم الآيات بتاعت ربنا يسوع كل المجد، وفعلا ابتدى يغير حياته لأنه حفظ الإيمان حسب كلمة ربنا المزروعة داخل قلبه. فربنا يسوع عايزنا نعمل كده، نحفظ كلمة ربنا بقوة بإحكام وننفذها بطاعة مش بفلسفة. هتفلسف كلمة ربنا هتضيع، لكن خدها بإحكام وخدها بطاعة ونفذها ببساطة، هتلاقيك انت مع مرور الزمن أصبحت واحد من القديسين وطريقك السماء. ربنا يسوع يبارك حياتنا ليلانا كل مجد كرامة من الآن والأبد آمين.